سنذهب لزيارة صديقتي سارة اليوم كما وعدتيني. نعم يا نورة. أمي؟ سارة لا تعيش مع أمها، بل تذهب لها في إجازة نهاية الأسبوع فقط. نعم يا نورة، أحياناً قد ينفصل الوالدان ويعيش الأبناء مع أحدهما. أنا أيضاً صديقي محمد يعيش مع أمه فقط لأن والده متوفي. العائلات مختلفة، فهناك عائلات يعيش الأبناء مع والدتهم أو عائلات أخرى يعيش الأبناء مع والدهم. كما أن هناك عائلات صغيرة يعيش الأبناء مع الأم والأب، وعائلات كبيرة مكونة من الجد والجدة والأب والأم والأبناء. المهم يا أبنائي أنه في كل العائلات هناك من يحرص على الأبناء ويهتم بسعادتهم.